السلام عليكم خالتي، اخوكم سفيان توجور. نكمل مع السلسله تاع الانتاج. قلنا كملنا بعد ذاك، لحقنا الوسمو الامان والاستقرار. هاد الزوج حوايج امبورطون بزاف. كيفاش توفر الامان والاستقرار؟ بون، ماشي حاجه صعيبه. كما قلت لكم، اللي مربي في الدار والغاشي وكدايا لازم تروض الانثى. كما راكم تشوفوا هذه الانثى، قلت لكم انا نروض فيها وكذا. المهم، روض الانثى. خاطش علاش مليح تروض الانثى؟ مليح تروضها باسكو علاه تولي شغل توالف هذيك، توالف شغل، توالفك انت، توالف الغاشي، توالف، تولي شغل في الامان. على بالها بلي راه معاك في الامان، فهمتوا خاوتي؟ تسمى من بعدك كيسيون، كي تحقق لا كوبلومون وكذا، شغل ما صراحة تكون في امان، هكذا امان و تسمى ولازم يكون الاستقرار. الاستقرار كيفاش ديروا يا خاوتي؟ هذه امبورطون بزاف. سيتو نقولوا مانيش اللي عنده شومبرا وحده مغلق عليها ولا الفر، ولا نهضر على انسان تسمى اللي عايش عندهم، عايش في دارهم، يربي زواج في دارهم وكذايا. ننصحوا هذاك الانسان تسمى روض الانثى تاعك وتهلا فيها مليح، باسكو الانثى هي الصح. ذكر اي ذكر تجيبو يولد لك ماشي مشكل، يكون واجد برك ويكون مي. بصح الانثى ماشي ساهل باش تلقى انثى مليحه، انثى سهله، انثى تربي تما تما تبني العاش، تما كل حاجه في بلاصتها. تما كي تلقى انثى شابه هكذاك، وما تنساش راه في دين الشون ثاني، تما باش تعرفوا تما الانثى هي نورمالمون نقيموها، نديروها فوق رصنا ماشي الذكر. تما قلت لكم الترويض، اللي ما يعرفش الترويض يروح يشوف الموضوع تاع الترويض، يعرف اكزاكتومون كيفاش يروض الزوج تاعو. كيما نقولوا حنايا وشنو ثاني؟ كيما نقولوا حنا دوكا نهضر على الامان والاستقرار، وبارك نجي كيفاش الانتاج هذا بيبري. حبيت نقول لكم برك باللي شغل كي يلحق، زعما نقولوا زعما جونفي، يلحق جونفي خاوتي، نوصيكم لازم تعلق القفص في المكان اللي راح تكوبلي فيه هكذا. علاش دوك نقول علاش؟ هذا ثاني يدخل في الاستقرار، تسمى لا فيمال شهر شهرين تلقى روحها في بلاصه وحده، تلقى روحها في استقرار، تسمى راه في بلاصه وحده ماهيش تبوجي غوش دروات هكذا. وثاني شغل توالف البلاصه هذيك، توالف البلاصه هذيك، تسمى توالف الحس تاع هذيك البلاصه، توالف زعما نتايا زعما تدخل الشومبرا تاعك كل يوم، توالفك اللي تدخل الشومبرا تاعك كل يوم، تسمى تولي انت ما عندكش مشكل معاها هكذا. وفوق لا كوبلومون كي تعلق الكاجا هذيك، ما شغل بريفيري الكاجا كي تعلقها، تعلقها قدامك اشتاقة، ممكن الضو شويه عندو خاوتي، تسمى الزوج يحب الضو، يحب شغل مازالو مع رولاسيون في الطبيعه، تسمى مليحه هذه بزاف. واش زيد تعاون ثاني في الامان والاستقرار؟ كما قلت لكم العام اللي فات اللي شافني استعملوا هذا خاوتي، هذايا هكذا بيبري، هذا بيبري هكذايا، كارطو كاجا هكذايا في وقت لاكوبلومون. كي تولي في وقت لاكوبلومون ولا قبل لاكوبلومون، قبل ما دير العشي ولا دير لهم هذايا. هذا واش خاوتي يزيد مام يكون مقنين يتخبط لداخل، دير له هذايا يولي شغل ما يشوفكش مليح، شغل باسكو جينيرالمون لا في تاع الزواوش ماشي كيما تاعنا، يشوفوا بواحد لافاسون واحد اخرى. هذا شغل يكوبي لهم واحد لافسه، يولي شغل امان، الزواوش يحس روحو في الامان هكذا خاوتي. تسمى هذا ولا تقدروا تدبروا هذا بلاستيك، هذا تاع بلاستيك هذايا انا هضرت عليه ديجا، وكاين بزاف عباد تستعملوه والحمد لله لقاو فيه الفايده بزاف. وماشي زعما ماغري ايلفر ولا يقدر يستعملوه، ماشي زعما غير اللي مربي في الدار ولا في الكاشا ولا هذا بلاستيكي، هذا حنا نستعملوه للفلاحه، يغطوا به شلاضه ولا باش ما يدخلهاش، باش ما ياكلوهاش الحشرات. ما على باليش في الجزائر وين تلقاوه، هنا في هاد البلاصه تلقاه كيما نقولوا بي ان كيو، تلقاه في بوسمو هام بايس، تلقاه بزاف اماكن، هادو اللي يبيعوا تاع الفلاحه وتاع هذا. ما كان خاوتي، هذا هو الموضوع تاع اليوم، تسمى هضرنا على الامن والاستقرار باش تجي شغل سلسله. واش نزيدو نديرو؟ نزيدو نكمل لكم ان شاء الله، في باذن الله نكمل لكم هاد المواضيع تاع الانتاج. بون يجي واحد الزوج مورا هادي، ينزل واحد الزوج نورمالمون راني كملت، نورمالمون راني حكيت على كلش في القناة هذه ملي عاودت وليت، نورمالمون راني كملت مع المقنين والإنتاج، السقاط، التغذية،
هضرت على الغذاء، هضرت على كلش نورمالمون. مور هادي نورمالمون الانتاج نورمالمون نكون كملت باذن الله. هكذا خاوتي، وكما تعرفوا كلش بالبرهان وكلش بالدليل. هكذا خاوتي. السلام عليكم، اتهلا في روحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.